هل يجوز أن نقرأ القرآن عن الميت في المساجد؟ لا، قراءة القرآن عن الميت لا أصل لها وليس لها دليل، إنما الميت يدعى له أو يتصدق عنه. الذي يريد أنه ينفع الميت ينفعه بما جاء في الأدلة، صدق عنه، الدعاء له، الحج أو العمرة عنه، هذا وردت به الأدلة، أما غير ذلك فلا. نعم.